يعني الآن فرصة الهدف الخامس عامر دير، والهدف الخامس يأتي لمصلحة منتخب النشامة. كرة إلى أحمد هايل النشط اليوم، أحمد هايل والهدف السادس، يا سلام، يضع الكرة بكل حرفنة. النجاح والتفوق يأتي من أقدام اللاعبين، ويأتي بمثل هذا الإصرار، ويأتي بمثل هذا الهدف. حسن عبد الفتاح يحسن من النتيجة الأردنية. تأتي المساندة من باسم فتحي، والكرة العرضية والهدف الثامن. حسن عبد الفتاح يكمل الهاتريك. حسن عبد الفتاح نجم النجوم وعريس اللقاء دون منافسة.